احنا هون في عندنا كان two options. عندنا total distance كانت 600 متر والزمن اللي كنا طالبينه او التوتال تايم اللي حققناه في واحد من البولينوميال في الكوادراتيك كان 50 سكندز مش هيك؟ وهذا باستعمال البيس وايز لينير اللي هو الازرق من هون. هلا اجينا قارنا اذا هذا الازرق من هون خليني احط السكشنز المختلفه اللي كانت على البولينوميال فكان عندي هون تقريبا لحد قديش كانت هاي كانت اظن هي ثانيه بس شيخ تقريبا لهون كان عندي هذا تي سكوير اسف عمالي بعلم عن الغلط هذا هون كان عندي تي سكوير بعدين هون بالازرق كان عندي تي بعدين كان عندي الفتره هاي ماينس تي سكوير او ماينس هاف تي سكوير اذا بدكم هاي هاف تي سكوير هون وبعدين عندي هذا ماينس تي وبعدين اخر شيء هون كان عندنا هاف تي سكوير وهذا البولينوميال حقق لي الشرط اللي هو A max كانت 1 متر بير سكند سكوير و J max كانت 1 متر بير سكند كيوب وطلعت معي B هون 24 متر بالثانية وحققت الديستانس المطلوبة هلا جينا قلنا هلا هذا طبعا 7 سيجمنتس كان في او 6 سيجمنتس هاي سيجمنت هاي سيجمنت هاي سيجمنت هون يعني هذا من جزء وجزء ثاني وعندي بعدين هون سيجمنت هون سيجمنت فوصفه وصفناه بيس وايز لينير فلما جينا وصفناه في اوف تي وصفناه بالقطع المختلفه الموجوده هون جينا قلنا خلينا نقارن لو بدنا نقارن هذا الان نقارنه بكوارتيك بولينوميال يعني للفيلوسيتي كوارتيك للديسبيسمنت راح يكون كوينتيك لو قارناه بكوارتيك بولينوميال راح نلاحظ هي هون عملنا الرسم الهاي وطلع بيطلع معي بولينوميال واحد وحتى انا كنت بشتغل عمالي على الكوفيشنت بنقدر نرسمه نكتبه هون اظن الكوفيشنت اللي انا لقيتها من هون اذا كانت صحيحه فهون اللي هو الثاني هذا في اوف تي بتساوي ماينس 5 في بوينت 0014 تي تو ذا 4 زائد 4 في 0.0478 تي تو ذا 3 تي تو ذا باور 3 زائد 3 في 0.029 تي سكوير زائد 0 زائد 0 انا هذا اللي طلعته من البولينوميال تبع مراد بعرفش المفروض انه صحيح فهذا عندي بولينوميال واحد الفي اوف تي المرفوع للقوه 4 ايش احد الادفانتجز طبعا هون انه بعطيني طبعا بولينوميال واحد او بعطيني فانكشن واحده هناك بعطيني عدد من البولينوميالز اذا جينا طلعنا هون ايش احد الادفانتجز الثانيه للكوارتيك بولينوميال انه اعطاني سلايتلي لور سبيد ايش مشكلته الاساسيه اللي ما حققهاش الاكسلريشن ما التزمنا بالاكسلريشن واضح ليش ما التزمنا بالاكسلريشن كنت شايف ليش الاكسلريشن هون واضح انها واحد هون الاكسلريشن بهاي الفترة راح تكون أكثر من واحد مظبوط؟ السلوب هذا مقارنة السلوب هذا بالسلوب هذا مظبوط؟ مين أكبر؟ واضح إنه هذا الخط السلوب تبعه أعلى. إذا الديسادفانتج للمشكلة في هذا البولينوميال الديسادفانتج الرئيسية exceeds A max. هاي المشكلة الأساسية تبعته وفي ادفانتج طبعا إنه بعطيني سلايتلي لور سبيد وهاي مشكلة بالاسلوب اللي احنا اشتقينا فيه هاي المعادلة ما بقدر اتحكم فيها اذا بتطلعوا كمان محمد هلا احد الاشياء اللي ما بصير تبعت بس الداتا وما تحلل ما تعمل اناليسيس ها يعني مجموعة اظن عملوها كم واحد عمل بعت لي هذا اظن فارس وخالد الحسن وهالة بعت لي شيء ثاني اذا بعته توبكس اوكي بعته لازم يكون في اناليسيس لازم تقارن ما بين اثنين هلا اللي عمله محمد
انه رسم الاكسلريشن والفيلوسيتي والجيرك. خليني ارسمهم هون. هلا واضح هون مثلا هاي الفيلوسيتي، هاي الاكسلريشن، واضح انه الاكسلريشن هون تجاوز. كنا عاملين هون ريستريكشن على 1 متر بير سكند سكوير، عم بيطلع لتقريبا 1.4 او 1.5 متر بير سكند سكوير. اوكي، اذا هذا ما حقق الشروط اللي احنا طلبناها هناك، بس هي اتس ان انترستينج ايديا، فكره. والاشتقاق تبع المعادلات سهل جدا، مش هيك؟ عملنا ماتريكس، عملت الانفرس تبع الماتريكس، طلع معكم الكوفيشنتس اي وبي وسي ودي، بعدين صار الكوينتيك بولينوميال بكون هو عباره عن الكوفيشنتس مضروبه في تي تو ذا 5 تي تو ذا 4 تي تو ذا 3، والكوارتيك بولينوميال اللي هو تبع الفيلوسيتي مضروب في مشتقتها 5 في في اي للتي للقوه 4 وهكذا، حتى اعطاني البولينوميال كامل.